هذا واجب على كل سوري يعيش في سوريا أن يخفف من المعاناة التي يعانيها الشعب السوري خلال سنوات 9 الماضية شنتها بحرب شنتها الدول الغربية المعتدية على سوريا دون وجه حق. What does he hope to achieve through this initiative? ما الذي تريد تحقيقه عبر هذا؟ حكينا على أن الإجراءات التي اتخذها إرهاب قيصر أثرت بشكل مباشر على كل السوريين والحكومة لوحدها لا تستطيع أن تقوم بالعمل الكثير نتيجة السنوات القاسية من الحرب وذلك السيد الرئيس أعطى لمن يريد أن يبادر حرية بأن يبادر ويساعد الدولة بالتخفيف إلى ما وصلت إليه الدولة من فقر مدقع جراء هذه العقوبات المفروضة علينا. لو لم يكن الشعب قادر على تحقيق هذا النصر لم استطاع أن يصمد لمدة 9 سنوات وهم واهمون جدا عندما لم يدرسوا نفسية وعقلية السوري الحقيقي على أنه يضحي بدمائه من أجل أن يصون عرضه وعرضه وكرامته. One last question. How important is it also to inform people about what they described yesterday, the fifth column? هذا ما يحاولوا الآن أن لعب عليه ولكنه أيضا بهذه المرحلة خف بشكل كبير لأننا كنا خلال الفترات الماضية نوعي الناس جميعا وخاصة عبر السوشيال ميديا أن يتبينوا من الكاتب أو من المنشور الأول أو من المقال الأول يتأكدوا منه ويشوفوا وين ساكن معظم الإشاعات كانت تطلع إما من اسطنبول أو من الرياض أو من الكيان الغاصب أو من أمريكا أو من ألمانيا ولذلك يتبينوا ثم يقوموا بنقل المعلومة لأنها مشبوهة وتقصد إضعاف النفس السوري أو التخفيف من هذا العنفوان السوري. And maybe one last question. people on the outside describe the Syrian government as a dictatorship. What I saw yesterday was a demonstration of democracy, actually. I would like Dr. Hani just to comment on this. هذا ليس بجديد لدينا في سوريا ولو امتثلنا لما يطلب إلينا لديهم لجعلونا من أفضل الديمقراطيات في العالم وأفضل من الديمقراطيات ما بدأت من بدء الخليقة وحتى هذه اللحظة لو تأكدوا هم من ذلك لو قمنا بتنفيذ ما يطلبون هم بالنسبة إلى ما يطلبوه منا لجعلونا في أول الدول في ممارسة الديمقراطية في العالم وبالرغم من كل ذلك لدينا من الديمقراطية ما يفوق ما لديهم من ديمقراطياتهم الكاذبة هنا ربما يكون الحكم أو الحكومي في بعض الإجراءات لمن يشذ عن المسلمات الأساسية الوطنية أما بما يخص الوطن فالكلام مسموح للجميع داخل إطار المنظومة اللي نعتبرها نحن مسلمات أساسية وطنية اللي هي مقام رئاسة الجمهورية الجيش العربي السوري العلم النشيد وحدود الوطن أي شيء خارج هذا فهو مسموح لأي مواطن سوري وبالعكس النقد عم يتم للحكومة بكثرة والسيد الرئيس نفسه يطلب منا أن نمارس هذا الأمر بالرغم من قناعتي بأن الديمقراطية الموجودة لديهم هي ديمقراطية مزيفة لأن لديهم لنأخذ مثال ببريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لديهم حزبان لدينا في سوريا الآن جبهة وطنية تضم 9 أحزاب 9 أحزاب سياسية تمارس نشاطها السياسي في سوريا